منوش منوشة شلونك؟ شبك كذا شكم تنحى؟ كله منك. شو هذا اللي كله مني؟ إذا انت تركني. ايوه شو يعني إذا تركك؟ أنا شو دخلني؟ تركني لأنك أختي. شو يعني إذا أنا أختك؟ شو عملت لك أنا؟ شو سويت؟ لا أبداً ما عملتي لي شيء. عملتي لسمعتي. إذا أنا عارف شو بتشتغلي. عن جد؟ ليش أنت من أمتى بتستعري من شغلي؟ كل عمرك شغلك عار علي. بس حبيبتي هذا الشغل هو يلي علمك ولبسك ورباكي وخلاك تصيري محامية. بس هلا هاد كل شيء فوق راسي. كان فيك توقفي شغلك بعد ما جمعتي كل هالمصاري. عن جد؟ وحضرتك من بدك تلبسي؟ من بدك تعملي حالك من تعالى مناسب قدام رفقاتك بالجامعة يا أكابر؟ ما كان بدي شيء من الدنيا غير الشبية اللي حبيته. والشبية اللي حبيتي كبك ورماكي. صدقيني مو هذا هو السبب. أنا يمكن كون بنت وسخة ويمكن في يكون على جسمي ريحة رجال سكرانين، بس بعمره ما حدا تركني ولا بعمره حدا زتني. بتعرفي شو؟ أنا يلي كنت أتركن وبعد. عم تحكي هيك لتبرري حالك؟ مالي مضطرة برر لك. أنا ما أذنبت معك ولا أذنبت بحق حدا بالدنيا غير بحق حالي. أنا وسخت حالي لحتى نظفك. بس يا حيفة عليكي، حيفة عليكي.